نبتدي موضوع حلقتنا النهاردة. كان استعدادات الزمالك لمواجهة طلائع الجيش في الدوري المصري الممتاز يوم الأربعاء المقبل. طيب البداية بتاعت جمهورنا فيما يخص موضوع الحلقة سامح عزت، مساء أبيض وجميل بلون تيشرت نادينا، مساء الفل يا أستاذ أحمد. بصراحة لازم الاستعدادات أو لازم الاستعداد يكون قوي علشان الموسم الجديد بإذن الله. عاوزين الزمالك اللي احنا عارفينه وتكون بطولة الدوري في 100 عقبة بإذن الله، وجميع البطولات اللي هنشارك فيها، وبالتوفيق للزمالك. العشق والروح والحياة عاش الزمالك وجمهوره العظيم. اللي بعده محمد مختار، مساء الخير عليك يا أحمد. لازم الاستعداد يكون قوي ونحاول نجرب جميع الناشئين الفترة دي للاستعداد للموسم المقبل والاستفادة من خبراتهم، وإن شاء الله القادم أحسن وكويس لنادينا العظيم. زيزو محمود بيقول مساء الخير عليك يا أستاذ أحمد. الزمالك فريق كبير ولازم يستعد بقوة من جديد وإن شاء الله ينافس على جميع البطولات. بشكرك يا أستاذ زيزو. اللي بعده طارق دونجا بيقول مساء الخير والسعادة عليك يا أحمد، ولازم الاستعداد يكون قوي للاعبي الزمالك قبيل مباراة طلائع الجيش، وأتمنى من مستر جوميز أن يعطي الفرصة للعيبة الناشئين لاكتساب الخبرات قبيل لبداية الموسم الجديد، وإن شاء الله ندخل الموسم القادم بروح الزمالك اللي احنا متعودين عليها ونكسب كل البطولات بإذن الله. زملكاوي لآخر العمر. بشكرك يا أستاذ طارق، شكرا جزيلا. نونا الشيخ مساء الخير عليك يا أحمد، لازم الاستعداد يكون قوي ونحاول نجرب جميع الناشئين الفترة دي للاستعداد للموسم المقبل والاستفادة من خبراتهم، وإن شاء الله القادم أحسن وكويس لنادينا العظيم. شكرا يا أستاذة نونة. يونس أبو فريح بيقول مساء الخير عليك يا أستاذ أحمد، لازم الاستعداد أو لازم نستعد استعداد قوي لمباراة طلائع الجيش، نلعب بروح والعزيمة والإصرار ونسجل هدف مبكر وبعد ذلك ندفع بالناشئين. أتوقع يفوز الزمالك 2-0. تحياتي ليك ولكل فريق العمل.